اهلا وسهلا بك في هذا البرنامج الرائع الذي طالما وتمنيت ان اكون ضيفا فيه حتى اخرج العلم الذي بداخلي، لان عندي علم لدني لا يعلمه الا الراسخون في العلم، علم الخضر. لقد رايت الخضر وهو يمسح على ظهري ورقبتي ويقول هذا هو الوريث. وكنت أنا حتى أنها دخلت لملمة بيضاء في أكبادي وتنعنشت، فأصبحت كشجرة مورقة أفراعها في السماء وتحت فاضي. سيدي ومولاي، في هذا اللقاء الكريم تفضل يتبادر إلى أذهاننا وإلى أذهان المشاهدين الكرام الذين سيتصلون بعد قليل، ما هو موضوع الحلقة؟ موضوع مهم وهو تحريف القرآن الكريم، ولكن سيدي نعم. ومولاي من فضلك ومن وقتك محرف. تفضل، ما كان سؤالك؟ ماذا تريد أن تسأل؟ نريد أن نسمع منك بعض الإجابات المهمة حول الأسئلة المتبادرة إلى أذهاننا. هل القرآن محرف؟ السؤال الأهم هذا، هل القرآن محرف؟ نعم، القرآن الكريم محرف، لأنه الذي حرفوه هم المنافقون الذين يدعون أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. حذفوا آيات الإمام علي، حذفوا آيات الإمامة فاطمة، حذفوا ثلثي القرآن، محذوف ثلثي القرآن ومحرف القرآن. تخيل أنت تعيش في زمن القرآن محرف. كم عدد القرآن الكريم سيدي ومولاي؟ كم عدد إيش القرآن؟ هو قرآن واحد قصتك؟ كم هل يوجد قرآن غيره قصتك؟ نعم، قرآن فاطمة. ومعنا اتصال. والجفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. صدمتنا بقرآن فاطمة، أول مرة نسمع هذا الكلام. عش عرفك أنت؟ أنت هل أنت من علماء الشيعة؟ أنا من أحد أفراد الشيعة، لكن أول مرة أسمع الكلام. خلاص، أنت يجب عليك ألا تسأل، إنما قتل الذين. حتى أنت لا تحفظ القرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثرهم وأكثر هلاكهم بسبب سؤالهم وكثرة سؤالهم. لا أنت ولا يهودي تحفظون القرآن، حسبي الله عليكم. كانوا دائما يسألونهم ما لون البقرة، ماذا، لماذا لم يقتلوا بقرة وانتهى الموضوع. هذا كثرة أسئلتكم على أنبياء علماءكم. يا بقرة، ما في حاجة اسمها قرآن فاطمة، أنت تخترع وتقول بالبقرة. لا، موجود قرآن فاطمة. طيب فسر لنا وفهم الناس الذين يشاهدونك الآن، ما هو قرآن فاطمة؟ ما هي آياته؟ لا تخليني أصرخ لو سمحت، ولو آية واحدة من قرآن فاطمة. ما قرآن فاطمة؟ آية الله وحجة الله. هم لا يعرفون، هم لا يعرفون بمن يتصلون، لا يعرفون أنك حجة الله. لماذا يفعلون؟ والله من يوم ما لبست النظارات يا مذيع أنت لا تعرف لا تسأل ولا. ألو جامد، حرك يا أخي، قل إيش قرآن فاطمة. كفل أبو، أنت لا تعرف ما معنى مذيع وما معنى آية الله وحجة. بالنسبة للقرآن الذي يتكلم عليه هذا الجاهل، عندما كان جبريل ينزل على فاطمة. طيب، هل جبريل كان ينزل على فاطمة؟ نعم، وكان يخبرها بأشياء، فهي كانت تخبر الإمام علي، والإمام علي كان يكتب. وما هي هذه الأشياء؟ قرآن، يعني قرآن. نفهم من كلامك سيدي ومولاي أن القرآن محرف لا محال. لا محال، محرف. ومعنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، كيف حالك يا سيدي ومولاي؟ يا سلام، أنت مننا أم منهم؟ أنا منكم. بس عندي استفسار بسيط. في عندنا حديث العترة موجود. نعم. تركت فيكم شيئين ما أن تمسكتم بهم لن تضلوا بعدي أبدا. تركت فيكم ما أن تمسكتم، نعم، كتاب الله. كتاب الله
وعثرتي. نعم هذا أصح حديث. إذا كان القرآن محرف فمعناها أن الحديث باطل، كيف نتمسك به وهو محرف القرآن؟ ما هي الإجابة؟ بالنسبة تركت فيكم، ها؟ هذا السؤال غامض وهذا سؤال كيدي. تركت فيكم ما إن تمسك كتاب الله، كتاب الله الموجود الآن نحن نتمسك به. إما أن كلامك صح وكتاب الله محرف، أو أن الحديث لا أساس له من الصحة. حجة الله، تفضل. وننتقل إلى السؤال الآخر، عندما حرف القرآن أين كان أهل البيت؟ مشغولين أو كيف؟ ناس كان معاهم عرس، وناس كان معاهم موت، وناس كان معاهم تجارة، وكان معاهم ناس كانوا راقدين مثلا، يعني تريد أن يكونوا موجودين. وما هي النصائح التي توجهها، وما هي الآيات التي تحفظ في القرآن الكريم؟ شوف قلنا لك الآيات، ما بين قل هو الله أحد، الله صمد، ثلثي القرآن محرف محذوف، لا تعرف، ما دخل قل هو الله أحد والله صمد، ما أي آية تجدها لا يوجد لديها ترابط، فأعرف أنه ثلثي القرآن محذوف. أين هو القرآن الصحيح؟ أها أنت الآن جئت لنا. القرآن الصحيح عند المهدي المنتظر. وأين هو المهدي المنتظر حتى؟ في السرداب، دخل السرداب. ولماذا لا يخرج لكي يعرفنا بالقرآن الكريم؟ أنت ناصبي صح؟ آخر سؤال سيدي ومولاي. أها. ما هو دور أهل البيت وأئمة أهل البيت في الحفاظ على القرآن الكريم الصحيح؟ أنتم ملاعين من أول، إحنا بنخبط، قلنا لك يا مخرج هذه الحلقة احذفها من مرة، من مرة. أنا منكم سيدي. لا 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 احذف. وكيف سنجيب على الناس؟ لا هذا خلنا لما نركز أسئلة ساعة. الناس تجي تدي لي أسئلة من ال ألا أهلا. لا قد تحذف يا مخرج، اصبر عاد الأسئلة الحلوة ظهرت. أهلا معك سوسان. اختصري. ايوه ليش ما ترد على الواتس يا مخرج؟ احذف احذف. لا يحذف، هذا اهم سؤال. لا احذف الحلقة كامل على ايش سحايب اللعنة.